في كاس كل مصر. الساده المسؤولين في احمد لكاس المره دي قال اتوقع انه احنا السنه اللي فاتت خدناه ب 10 مليون جنيه، السنه دي ممكن يوصل 15، ممكن يوصل 20 مليون جنيه. كانت المفاجاه الحقيقه المدويه من المسؤولين عن القناه قال لك لا 30 مليون جنيه. بس ولم قال لك خلاص انا اشيل التلت والقناه هنا تشيل التلت. اللي يقول لك اصل الجهه الفلانيه كلمتني كل ده كلام فاضي وما بيحصلش ومش هيحصل. دخل الجهات في جمله الاخوه بتوع التليسيرف تاني قالوا لنا والله في كاس مصر. انا بحكي لكم بالتفصيل الممل لان ده مهم جدا. 8 و210 8 و215 مش عارف ايه 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 لحد ما جت وكاله برزنتيشن قال لك 12 مليون 350 الف. استاذ احمد سويلم معاه من القناه هنا ان انت يا عم احنا مكملين معاك ل 30 مليون جنيه. جه على 12 مليون 350 الف قال لهم انا كفيت كده بالظبط. عارف الغزولي ده فيلم الفتوه بتاع فريد شوقي اخترعوا واحد كده يروحوا المزايدات اسمه الغزولي، كان راجل ممثل لذيذ كده يا ريت تجيبوا لنا اللقطه. فيروح الغزولي ده في يعني جاي مع الرقين وجاي ماشي. ازاي يخسر 28 مليون جنيه؟ مش دول قادرين برضو ان هم يساهموا في تطوير الكره المصريه؟ ده تاجر من اسكندريه جه الصبح عاين الجنينه وهيخش في المزاد. وده طلع لنا من الداهيه ده. يخرب بيته. شيل ازاي؟ تعرفه يا ده الغزولي. احنا خسرنا. بس الخساره بشرف احسن من المكسب بقرف. في كاس مصر. عرضت على الساده المسؤولين قالوا لي وماله؟ حلو كاس مصر وماله ناخد كاس مصر كويس قوي طالما الكاس مفصول عن الدوري ناخد الكاس. حصل اكتر من اجتماع مع السادة المسؤولين في القناة بكل السادة المسؤولين في وكالة تيليسيرف. وهقول لكم على مفاجآت مدوية الحقيقة يعني. اخر اجتماع كان من اسبوع او من 10 ايام كان الاستاذ احمد سويلم مالك الوكالة كان مسافر وطلب انه بس الاجتماع يتأخر ساعة او ساعتين عشان يجي من باريس على هذا الاجتماع. حاضر اتفضل يا فندم. جه الراجل في الاجتماع قال يا جماعه انتوا قناه محترمه جدا واحنا عايزين نتعاون مع بعض في كاس مصر. طيب تتوقع كام يا استاذ احمد للكاس المره دي؟ قال اتوقع انه احنا السنه اللي فاتت خدناه ب 10 مليون جنيه، السنه دي ممكن يوصل 15، ممكن يوصل 20 مليون جنيه. حاضر. هل على استعداد؟ طبعا. ثم كانت المفاجاه الحقيقه المدويه من المسؤولين عن القناه قال لك لا 30 مليون جنيه. انا بصراحه ما صدقتش. قال لك لا 30 مليون جنيه توكل على الله يعني ادفع في الكاس. فاستاذ سويلم قال لك خلاص انا اشيل التلت والقناه هنا تشيل التلتين. حاضر تمام على بركه الله. ده عادي زي ما الوكالة الفلانية بتشتغل مع القناة الفلانية الوكالة دي بتشتغل مع القناة دي بتاعتنا تمام. حتى ساعتها أحد المسؤولين في القناة قال يا جماعة طب ما نقدم باسمنا. فقلنا ليه يا جماعة ده الناس هم اللي جايين وهم اللي عارضين. فكان لدينا استعداد. أنا بتكلم كلام على الهوا أنا مسؤول عنه على الهوا أهو قدام الشعب المصري كله كلام أنا مسؤول عنه بنسبة 100%. ولو أي حد شايف الكلام ده غلط أو كذب اهلا وسهلا بيه يعمل مداخله على طول. تليفوني قدامي، تليفونات الكنترول موجوده، تليفون الاستاذ وليد رئيس التحرير وليد عبد السلام موجود. اي حد يقول لا انت كذاب لو سمحت انا عايز ادخل اصحح المعلومات الخاطئه اللي بيقولها الراجل المذيع اللي على الشاشه ده. الاكثر كمان النهارده الصبح خلاص وصلنا ل 30 مليون هم هيشيلوا التلت واحنا هنشيل التلتين. ومعلن على فكره دي ما فيهاش اسرار زي مثلا فيوتشر معاها النهار. برزنتيشن معاها اون تيلي سيرف معاها صدى البلد. خلاص واضحه ايه فيهاش لف ولا دوران يعني. راديانت معاها التلفزيون المصري بوضوح. لسه راديانت دي قصه تانية. النهارده الصبح احد المسؤولين في الوكاله اتكلم عشان يطمن يا جماعه ايه الموضوع انتوا مكملين؟ قالوا مكملين ولو زاد عن كده احنا مكملين معاك كمان بجد بجد. وراح كمان السيد مدير التسويق استاذ احمد سالم راح متكلم كمان وتمام التمام. هم عارفين الناس هنا كلمتهم واحده خطاب الضمانه بنص مليون جنيه احنا اللي دافعينه او دافعين
معظمه كمان. دخلوا الاتحاد، تم استبعاد ريدنت، وده موضوع تاني. فيوتشر، ميديا لاين، بريزنتيشن، تيلي سيرف، بدأوا تبقى مظاريف مغلقة كده. اتفضلوا، فتحوا المظاريف لهم كلهم 8 مليون 8 مليون و50 ألف 8 مليون و100 ألف، ده المظاريف. طبعا لا، قال انه السنة اللي فاتت القيمة كانت أكبر، مع ان السنة اللي فاتت كان معاها بطولة السوبر أو مباراة السوبر. طب نزايد، على بركة الله نبدأ نزايد. تيلي سيرف معاها بقى موافقة من هنا منين؟ 30 مليون وما يزيد عن 30 مليون جنيه. وبس كده جملة ما بين قوسين، اللي يقول لك أصل الجهة الفلانية كلمتني، كل ده كلام فاضي وما بيحصلش ومش هيحصل. اقعد صدق الكلام الفارغ ده. الجهات دي جهات محترمة بما فيها الكفاية، ولا تتدخل في مثل هذه الأمور. وكل دي وكالات مصرية، ادخل يا عم وأكتر مبلغ يدخل لاتحاد الكورة يدخل لاتحاد الكورة. الجهات دي مالها؟ الجهات دي عايزة حاجة لأمن البلد، حاجة لمصلحة البلد، حاجة تزود الدخل كل ما تقدر تقدر يعني. فمحدش يدخل الجهات في جملة مفيدة. ماشي. بدأت المزايدة عكس ما قال الأستاذ أحمد سويلم صاحب الوكالة. قال لا، ما احنا ما عملناش مزايدة، لأن المزايدة لازم الأربعة يمضوا. الأربعة مضوا إن هم يعملوا مزايدة. مضوا. 8 و200، 8 و210، 8 و215، مش عارف إيه 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 إيه. لحد ما جت وكالة برزنتيشن قال لك 12 مليون 350 ألف. أستاذ أحمد سويلم معاه من القناة هنا إن أنت يا عم احنا مكملين معاك ل 30 مليون جنيه. جه على 12 مليون 350 ألف قال لهم أنا كفيت كده بالظبط. أنا كفيت. حتى الناس كانوا متوقعين إنه المزايدة تجيب أكتر من كده يعني. لانه احد المسؤولين في تريسيرف امبارح قال لي ده ممكن توصل 70 مليون. قلت له لا، 70 مليون احنا بنهزر، ما تجيبش ابدا 70 مليون جنيه، ده رقم خزعبلي خرافي ما ينفعش يعني. فتوقف. قال لهم انا كفيت. ليه كفيت؟ ليه؟ ده السؤال الغريب. اتحاد الكوره هيدخل له مبلغ، القناه على استعداد انها تضحي وتدفع عشان خدمة المشاهد. احنا عارفين ان شاء الله باذن الله نقدر نشغل الكاس ده ازاي، ونقدر نسوقه ازاي، وكمان خدمة للبلد، خدمة للأندية. انت لما تدفع 30 مليون غير لما تدفع 12 مليون 350 الف. فطبعا شغل الغزولي اشتغل. عارفين الغزولي ولا الناس مش عارفاه؟ اللي مش عارف الغزولي ده فيلم الفتوة بتاع فريد شوقي، اخترعوا واحد كده يروحوا المزايدات اسمه الغزولي، كان راجل ممثل لذيذ كده، ريت تجيبوا لنا اللقطة. فيروحوا الغزولي ده في يوم جاي مع الرئين وهم جاي ماشي، خد بس وامشي خد بس وامشي، وكان اللي بيعرقه كان توفيق الدقن. شغل الغزولي اشتغل. ألا انت قعدت يا اخي مع كبار المسؤولين، مع ناس نضاف وناس محترمين، والناس قالوا لك احنا معاك لحد 30 مليون جنيه. انا بقول ارقام اهو، ومش عايز اقول ارقام اكتر من كده عشان الناس ما تخضش. بس تبدا ليه ب 8 مليون جنيه؟ ما بداتش ب 10 او ب 12 او ب 15 ليه؟ ولا ده الاتفاق اللي انت كنت متفق مع الراجل الكبير عليه بتاع الوكاله الثانيه؟ أسوأ ما في الأمر هو الخيانة والغدر والخسة. ده أسوأ ما في الأمر. إزاي أنت هتشتغل في السوق تاني؟ أنا نفسي أعرف إزاي هتشتغل في السوق تاني؟ إذا كان الناس اللي جم في مباراة زي مباراة روما قالوا لك اتفضل تعالى كام؟ أدي المبلغ المقدم وأدي اللي بعدها والدنيا ماشية 100 فل و14. التانيين كانوا عايزين يزحفوك على بطنك؟ وإحنا قلنا لك لا، إحنا في ظهرك. وعملنا لك احسن حاجه وربنا كرمك وطلعت كسبان. انت جيت طلبت الشراكه والتعاون زي ما قلت، برزنتيشن مع اون تي في، النهار مع فيوتشر وميديا لاين، في تيلي سيرف كانت معانا، وهم اللي طلبوا ودنا، اللي طلبوا مساعدتنا، وطلبوا ان احنا نبقى موجودين معاهم.
كفيت ليه عند 12,350,000؟ اتحاد الكره كسب كام؟ تخيلوا لو البطوله دي ب 30 مليون جنيه اتباعت ب 30 مليون جنيه زي ما احنا كنا حاطين واكتر كمان، تاني بقول لكم واكتر كمان واكتر بكتير عشان حضراتكم تبقوا عارفين. وبعدين ليه دايما نستخبى ورا اصل مش عارف مين قال ومين كلمني وكل ده كذب لا اساس له من الصحه؟ ممكن يكون في ماتش قومي، ماتش للمنتخب، دي حسابات اخرى، لكن هنا ملهاش علاقه خالص. ازاي سيبكم بقى من الوكاله اللي بتشغل شغل الغزولي، خلاص هنعمل ايه؟ ده قدرنا امر الله. لكن ازاي انت قاعد مع ناس والناس احترمتك والناس استقبلتك والناس وثقت فيك؟ خلي بال حضراتكم احنا عندنا وكاله بتاعتنا من حقنا، ومع ذلك قلنا لا خلاص. ازاي تبقى خاين كده؟ وازاي تتعمل مزايده تقول اصله كان لازم الاربعه يمضوا فما رضيوش فما اتعملتش مزايده وهو كان بادي ب 12,350,000 وهذا كذبا لانه اتعملت المزايده وانت عند 12,350,000 قلت انا وقفت عند كده. ازاي الناس هتشتغل معاك؟ ازاي بعد كده هتروح على اي حته الناس هتشتغل معاك؟ اديني اماره. ازاي؟ احنا لحد النهارده كنا بنثق فيك. وانت اللي سعيت وانت اللي طلبت. الناس اللي بتعرق خلاص هو ده اسلوبهم. دول الناس كانوا 5 مليون 2006 بقوا 500 مليون او 600 مليون دلوقتي، سبحانك يا رب، في 10 سنين. في 10 داخله في مليار كمان، سبحانك يا رب. سبحانك يا رب، دي قصه ثانيه. فيما بعد ان شاء الله هتتفتح بامر الله. هتتفتح بس ده مش موضوعي دلوقتي. الموضوع الثاني ده اللي انا بحكيه لحضراتكم ده. هل النهارده هنسمح انه اتحاد كوره، اصل ده مش اتحاد صدى البلد ولا اتحاد تيلي سيرف ولا اتحاد برزنتيشن ولا اتحاد هنا بريده، ده اتحاد مصر، الاتحاد المصري لكره القدم، جاي له 30 مليون جنيه او يزيد، ازاي يكتفي ب 12 مليون جنيه؟ ازاي يخسر 28 مليون جنيه؟ مش دول قادرين برضو ان هم يساهموا في تطوير الكره المصريه؟ او 18 مليون جنيه وكانوا ممكن يوصلوا ل 28 مليون جنيه؟ مش المبالغ دي كانت ممكن تطور في الكره المصريه؟ مش المبالغ دي كانت ممكن تحل ازمه الانديه اللي مشاركه في بطوله كاس مصر؟ انا الحقيقه مندهش ومستغرب. ولو حد فيكو عنده اجابه يقول لي. انا بقول لكم اللي حصل في المزايده بالظبط من ساعه ما دخلوا وفتحوا المظاريف ولقوها بالرقم ده، وكل واحد بيزايد بكام، بيزود كام، بيزود كام، بيزود كام، 10,000 جنيه و 5,000 جنيه ناقص، يقول له 12 ونص و 13 ونص و 1 ونص وهكذا يعني. هل ده اللي هيبقى موجود؟ واذا كان الكلام ده بيتعمل على سكيل صغير في اتحاد الكوره، طب وبعد كده هيبقى في الحاجات الاكبر هيبقى ايه؟ امبارح مسربين خبر يقول لك صفعه قويه لاحمد شوبير انه مرضوش يدوا له مباراه تونس، مصر وتونس، عشان تذاع على صدى البلد. طب هو جميل ان انا وانا باخد المناقصه ولا باخد المباراه عشان اذاعها على بيتنا ولا اذاعها على قناه؟ بنذاعها على قناه. يقول لك صفعه، اي نوع من انواع الصفعه؟ ان احنا بنحاول بقدر الامكان ان احنا ندفع مبلغ للاتحاد، ان احنا نفيد اتحاد الكوره، نحن ندخله، وبرضه هم تيلي سيرف. ولما جبت الجواب قلت له في ايه يا عم سويلم ساعتها؟ وبدات الحقيقه يعني ساعتها بدات بوادر الخيانه، بس لان الواحد عنده برضه ثقه قال لا مش ممكن. برزنتيشن تتنازل والماتش كله معاهم، ما انا ما فهمتهاش. بعدين يقول لك صفعه عشان مش هيتذاع على صدى البلد. وانا عندي قناه بتاعتي في بيتنا هذيع عليها؟
دي قناة ملك الشعب للناس كلها، وبنسعى ان احنا نجيب ماتش تونس، وبنسعى ان احنا نجيب ماتشات محلية، وبنسعى ان احنا نجيب ماتشات اجنبية، بنسعى بنحاول بقدر الامكان. احنا مش قادرين نخش في المافيا دي، لانه المسؤولين عن القناة دي نضاف قوي، والحمد لله والشكر لله، وهو وانا نضيف قوي، فضل المولى عليا قوي، وحاولوا بكل الطرق بكل الطرق. محدش يقدر يتكلم على مسؤولين القناه هنا في النواحي دي، ولا حد يقدر يتكلم عليا من فضل الله سبحانه وتعالى في هذا الامر في الناحيه الماديه، فضل الله سبحانه وتعالى. اذا كان لنا سمعه يعني فعملناها بجهدنا وبعرقنا يعني. يا سيدي بسعى ان انا اجيب ماتش تونس. يا سيدي انتوا عملتوا تحالف مع تيلي سيرف ولعبتوا نفس اللعبه بتاعت كاس مصر وخدتوه من عندنا، خلاص شايفينه صفحه تبقى صفحه ولا في مشكله، وابقى سعيد بهذه الصفحات، وابقى سعيد ان انا حاولت وجهدت واجتهدت، مش انا كقناه كمسؤولين عن هذه القناه، ونبقى سعداء ان احنا بنشتغل بنظافه مش باللي انتوا هتشوفوه دلوقتي على الشاشه. ورونا كده الشاشه. عن اذنكم، ده مين ده؟ ده تاجر من اسكندريه جه الصبح عاين الجنينه وهيخش في المزاد. وده طلع لنا من الجاهيه ده. يخرب بيته، شير ازاي؟ تعرفه؟ ده الغزولي تاجر السردين بتاع ابو جير، راجل فلوسه كتير تملى براميل. لكن ده جاي يعمل ايه؟ يعزلنا على الطلع سردين؟ عرقه عبد الشكور لغايه كام؟ شوف انت ميته. طيب وليه يا معلم؟ خرطوشه بقرشين اتخلصنا منه. ما تتفضل مع المزيدين يا معلم. ايوه امال. عن اذنك اتفضل. سيجاره يا معلم غزولي؟ يا ابوي عرفني منين؟ وهل يخفى الامر؟ مين ما يعرفش المعلم غزولي؟ ها الجنينه عجبتك؟ قوي قوي. لكن يا معلم احنا تجار فاكهه وده كارنا، انت في عندك مانع انك تعرق براني وتسيب لنا المزاد؟ 200 جنيه كويس؟ طب 300؟ طب 350 ينفع؟ طب انا هقول لك كلمه بس ما تتفش، انت يظهر عايز 500. لا 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 عن اذنك يظهر ما وافقش. سيبني عليه يا معلم. استنى يا واد، عملت ايه؟ او عمال بيتف. سيبني اكلمه كلمتين بس، ما تتهورش عليه، لا يعند وخسر الدنيا. ما تخافش يا معلم. اتاخرت ليه؟ المزاد كان هيبدا. الراجل اللي استلفت منه الجبه والقفطان ما كانش مامن عليهم، ما تتنزلش عن القلب. ألف نهار أبيض. ده الغزول اللي شغال دلوقتي في المزايدات والمناقصات، أو اللي حصل النهاردة في مزايدة كأس مصر. طب الحل إيه؟ إن إحنا هنجاهد تاني. أنا مش هتكلم إنه المزايدة نفسها فيها مشاكل، انا عندي مثلا كراسة الشروط مش مختومة من الشباب والرياضة، ده مش موجود. بند رقم 8 يجب على مقدم العطاء وضع كراسة الشروط الاصلية والمستندات المطلوبة داخل مظروف الفني المغلق بتوقيع صاحب العطاء على كل مستند وعلى كل صفحة في كراسة الشروط بختم الشركة او الوكالة. يحق الاتحاد رفض اي عطاء في حالة عدم توفر الشروط. يحق الاتحاد قبول او رفض اي عطاء دون ابداء الاسباب. يحق الاتحاد الغاء المزايده دون ابداء الاسباب كانه عقد اذعان. طب الغي المزايده، لانه احنا بكره ممكن نجيب لك رقم اكتر من ده بكتير زي ما انا قلت لحضرتك. الغي دون ابداء الاسباب ولا في ادنى مشكله في هذا الامر، بس هنبقى بعيد عن الخونه. مادة 69 في اللائحة بتاعت الاتحاد، الحقوق في المسابقات والأحداث. الاتحاد والأندية المشتركون في المسابقة هم المالك الأصلي لكل الحقوق التي تنبثق من المسابقات والأحداث الأخرى والتي تقع تحت سلطته دون أي قيود بالنسبة إلى المحتوى والوقت والمكان والقانون.
تتضمن هذه الحقوق كل انواع الحقوق المعنوية والمالية سواء بصرية او سمعية او حقوقا خاصة بإعادة الانتاج والبث والتسويق والترويج واي من حقوق الملكية الفكرية وما يستجد مستقبلا بخصوص اي تكنولوجيا متطورة. مجلس الادارة والاعضاء المشتركون يقرر كيف ولا اي مدى هذه الحقوق تستخدم ووضع القرارات الخاصة بها. مجلس الادارة والاندية الاعضاء يقررون سواء كانت هذه الحقوق تستخدم بشكل خاص او مع كافة الاطراف ذات الصلة. دي المادة اللي طلعوا منها وكالة ريديانت اللي بيملكها الاستاذ محمد الطويل خالص. قالوا اصل انت رئيس نادي بعيدا عن تيلي سيرف والخيانة. انا بحبش الخيانة اصلا ابدا. وما حدث المظاريف لما اتبعتت في مقفولة محدش بيعرف جواها ايه. بس يبدو ان في حد عرف الرقم اللي كاتبه او اللي كاتباه وكالة ريديانت. وانا هنا على الهوا اختلفت مع الاستاذ محمد طويلة ومع ذلك في الانتخابات كان بيعمل مداخلات يومية لانه ده حقه. وقلت الخلاف شيء والحق شيء. لحد دلوقتي على فكرة اي حد ليه خلاف معاه يحب يعمل مداخلة او يحب يتفضل هنا اهلا وسهلا. انا مش بتاع المنع. ودي قصة تانية هحكيها دلوقتي. العرض بتاع ريديانت عجيب جدا. العرض المالي ده بيبقى سطرين. عرض مالي شركة ريديانت للإعلان والتسويق السيد رئيس لجنة مزايدة كاس مصر تحية طيبة وبعض. تتقدم شركة ريديانت للإعلان والتسويق بعرضها المالي لاستغلال حقوق البث الفضائي لمباراة كأس السردين آسف كأس مصر بدءا من الدوري اتنين من الدور 32 لموسم 2016-2017 بمبلغ وقدره 18 مليون جنيه فقط لا غير. 26/11 اتحاد الكورة راح بعت له السيد رئيس مجلس إدارة شركة ريديانت للإعلان تحية طيبة وبعد بخصوص المزايدة العامة الخاصة باستغلال حقوق البث التلفزيوني الفضائي في مباراة بطولة كأس مصر 2016-2017 إيماء إلى العطاء المقدم منكم بشأن الموضوع أعلاه نحيط سيادتكم علما بأن اللجنة المختصة قررت عدم قبول العرض الفني المقدم منكم وتفضلوا بقبول فائق الاحترام. انا ما اعرفش يمكن استاذ محمد طويل اللي عنده الاجابه انا ما عنديش فكره. استاذ محمد مساء الخير. مساء الخير يا كابتن شوبير اهلا بيك. ازيك يا فندم ازي حضرتك؟ الله يعني يبارك. انا بتكلم بمنتهى الهدوء يعني فبس حضرتك وضح لي لانه انا شايف انه كان في مبلغ ممكن يدخل لاتحاد الكوره اكتر بكتير من ال 12-350 ألف. انت بادي ب 18 مليون تم استبعادك. الناس اللي زادت وصلت على 12,350,000 حلال على برزنتيشن والامور مشت بهذا الامر. اشرح لي يا فندم ماذا حدث لانه الامر ده مهم جدا. لماذا تم استبعادكم او وكالتكم او شركتكم من هذه المزايده وعلى اي شيء استند الاتحاد المصري لكره القدم؟ تمام يا كابتن اتفضل. هو انت شرحت نقط كثير كنت حتعرض لها لكن باختصار اللي هي كراسه الشروط بدون اعتماد من الجهه الاداريه اللي هي وزاره الشباب والرياضه. نعم. كانت علامه استفهام مساله ان هو في الكاست شوت بيقول لك ان انا ممكن ارفض اي عرض بدون ابداء الاسباب كان علامه استفهام. في جلسه فتح المظروف الفني والاستفسارات كان بيحضر عني مدير التسويق مهاب الطويله فبيقول لهم احنا مش هنتكلم. المظروف الفني فتحتوه قالوا لا احنا هنرد عليكم. قعد ثلاث ايام ما فيش اي رد علينا ولا على اي حد. بس في خلال الثلاث ايام ده جانا تليفون لموظف عندي من تيلي سيرف كلموه بصفه شخصيه احمد سويلم استاذ احمد سويلم وقال له يا سمير انت خلي بالكم انتوا اتشلتوا من المزايده. قال له يعني ايه اتشلنا من المزايده؟ قال له والله ريديانت استبعدت من اتحاد الكوره. طب ايه الاسباب؟ قال له ما فيش اسباب بس بناكد لك ان انتوا بره المزايده. يعني منافس ليك هو اللي بيبلغك. تيلي سيرف اللي كنت بتتكلم عليها اللي هي شركه تيلي سيرف منافس في المزايده. نعم تمام. نعم هو اللي بلغنا. بعدين قلنا اكيد ده منافس بيحاول يعني يلعب باعصابنا بتاع. فعدى يوم والتاني ثالث يوم حد من الاتحاد اتصل بينا يا جماعه احنا بالنسبه للعرض بتاعكم اترفض. فاتصلت بالاستاذ انور صالح اللي هو مدير التعاقدات. يا استاذ انور ايه الموضوع؟ قال لي والله يا استاذ محمد اصل الموضوع احنا
بيقولوا علشان خاطر انك انت رئيس نادي نجوم المستقبل، ونادي نجوم المستقبل مشارك في كاس مصر، وده يبقى تضارب مصالح. قلت له يا راجل تضارب مصالح؟ تضارب المصالح شوفها على القنوات الفضائيه، شوفها على قناه اون اللي هي كل شركه برزنتيشن باعضاء مجلس الاداره شغالين فيها. انا اللي تضارب مصالح؟ فالمهم قلت له انا عايز جواب رسمي. قال لي ما انا ببلغك. قلت له انا عايز جواب رسمي، هبعت لك حد ياخده دلوقتي. فبعت لي الكلمتين اللي انت شفتهم سيادتك، اللي هي استنادا للمبدا اللي هو بتاع بدون ابداء الاسباب، قال لي احنا رفضناكم. هي كده. طبعا الكلام كان غريب جدا، وكان يعني بالنسبه لي مش متخيل. انت النهارده بتسعى لزياده الدخل للاتحاد، وعايز تنمي موارد الاتحاد. المفروض ان اي حد بيجي لك بيقدم لك خد الضمانات اللي انت عايزها لصالح الاتحاد. يعني مثلا من ضمن الاسباب قال لك احنا مش واثقين في كفاءتك الماليه مثلا، ان احنا يمكن عشان السجل التجاري بتاعك مكتوب فيه 250,000 جنيه. طول اي سجل تجاري في الدنيا مش بيعبر عن راس المال بتاع صاحبه. ومع ذلك انا بعت له جواب رسمي يا كابتن احمد، قلت له انا قبل فتح المظاريف مستعد اقدم لك خطاب ضمان بقيمه العرض المالي اللي انا مقدمه لك. تمام. لو اقدم لك ب 10 مليون جنيه هقدم لك خطاب ضمان بال 10 مليون جنيه. فخد الجواب وسلمه. على فكره الكلام ده كله بتسلمينه من اول امبارح. طيب جينا بصينا خلاص، رحنا عملنا اشتكيت عملت شكوى الجهه الاداريه وزاره الشباب والرياضه، قدمت للرقابه الاداريه، ورحت عامل محضر في اسم راس التين. قلت لهم لو سمحتم مخاطبه الاتحاد بتاجيل الجلسه، لانه في الجلسه دي لو عقدت سيتم اضرار لا يمكن تدارك اثرها. هيحصل اضرار لينا لا يمكن تدارك اثرها. طبعا لا حياه لبنت نادي. فوجئ انها النهارده اتفتحت الجلسه عادي وبتاع. وبعدين انا امبارح طلعت في برنامج من 6 ل 9 على القناه الثالثه في التلفزيون المصري، وقلت تحسبا للي هيحصل النهارده، قلت يا جماعه في حاجه غلط بتحصل في اتحاد الكوره مش لصالح المنظومه. انا مقدم واول مره هكشف عن العرض المالي بتاعي اللي هو المفروض في خطاب مغلق في اتحاد الكوره. العرض المالي بتاعي 18 مليون. وسالت الكابتن احمد بلال اللي كان بيدخلني، قلت له يا كابتن لو حصل ان بكره لقينا العرض المزايده يعني نسيت باقل من 18 مليون هيكون لصالح مين الكلام ده؟ قال لي بالظبط كده، قال لي هيبقى لصالح المصالح. وسكت، وانا مش يعني مش في ذهني برضه ان ممكن يحصل اللي حصل النهارده، ان فوجئنا السيناريو اللي انت عرضته ان دخل في 8 ونص 8. لا انا بحكي لك، انا بحكي لك تفصيل، خلي بالها. انت عارف انا طبيعتي وطريقتي ما بطلعش على الهواء اقول معلومه الا لما اكون متاكد منها. ان التوت ريسيرف النهارده لما كلمني الاخ سويلم قال لي ما رضوش يعملوا مزايده لان الاربعه ما وافقوش، وبالتالي كان هو عرضه هو الاكبر ووصل للقيمه التقديريه الاعلى بقت 12 مليون 350 الف. الفار لعب في عبي، رحت سالت وشفت، لا اتعملت والاربعه وافقوا والاربعه بداوا يزايدوا ووصلوا لهذه القيمه. ساعتها تيلي سيرف قال كفيت وفيت، وفيوتشر وميديا لاين ما كملوش، وبالتالي رست على برزنتيشن. السؤال كابتن شوبير، لو انت كنت قاعد في قلب الجلسه ما كنتش جبت السيناريو بالطريقه ديت. هو ده اللي حصل بالظبط، وده اللي جالي بالظبط. لا لا لا، السؤال ان في الاخر خدوها ب 12 350 وانا مقدم ب 18. سؤال، وكان اتفاقي بيني وبين الشركه بتوعي ان انا لما هنوصل لغايه 25 المندوب بتاعي داخل اللجنه، يعني مش هتقف على 18، هنزايد لان هي ممارسه، يعني الضعف الضعف تقريبا 19 20 22. قلت للمندوب بتاعنا في الجلسه لما تحضر الكلام ده بالاول، انك لما توصل 25 مالكش حق انك انت تتكلم، بس تتصل بينا بالتليفون لو احنا قلنا لك كمل هتكمل. تمام. اذا كان على الاقل اتحاد الكره كان هيضمن 25 مليون على الاتليست. طيب سؤالي لحضرتك، هل اتفضل ما زال هذا العرض قائما لو ان اتحاد الكوره حد فيهم بيتفرج وقال لنا طب ابعتوا لنا عروض رسميه بكره، احنا قناه على استعداد تام ان احنا نبعت عرض رسمي بكره على طول،
هل حضرتك ما زلت على استعداد تبعت عرض رسمي يا استاذ محمد تاني؟ وانا على استعداد ابعت، ما العرض موجود عندهم. تمام. وعلى فكره بالمناسبه العرض يا كابتن عن طريق برنامجك انا اخاطب الجهه الاداريه والرقابه الاداريه التحفظ على هذا المظروف اللي هو موجود عندهم، لان ممكن يجي مثال جدا يقول لك لا انت ما قدمتش او او ضاع الظرف او نعم. اي شيء نعم. يجب التحفظ عليه. اما مساله ان احنا برضو مع سيادتك ومع صدى البلد في ان اي حاجه لصالح الكره المصريه انا مستعد متمسك بالعرض بتاعي ومستعد بكره اروح فورا وكمان واجيب خطاب ضمان بالمبلغ اللي احنا قلنا عليه. طيب استاذ محمد السؤال الثاني، هل تقدمت بشكوى للجهه الاداريه او لاي جهه رقابه؟ بعتنا لوزاره الشباب والرياضه. احنا اللي خطبنا اول الاستاذ محمد سويلم. نعم. مشكورا قال لي لا الافضل انك تقدمها في قلب الوزاره في الهيئات، ورحنا فعلا قدمنا باسم وزاره الشباب والرياضه وشرحنا الموضوع. قدمنا للرقابه الاداريه اللي هي منوطه بانها بتراقب كل ما يخص العمل في المؤسسات التابعه للدوله، وعملنا محضر، وبعدين احنا في اجراءات ثانيه هناخدها في خلال اليومين الجايين، منها ان احنا بنتقدم وبتقدم عن طريقك للنائب العام. دي قضيه مصروحه واضحه المعالم، كل تفاصيلها واضحه. اتمنى ان النائب العام يستدعي الناس ونقعد ونشوفهم ليه وصلنا لهذه الدرجه من، انا اسف ان اقول لك يا كابتن، من الفساد. ازاي انت تبقى ضامن ان في حد داخل يضخ لك فلوس لصالح المؤسسه بتاعتك وانت ترفض، وبعدين نعمل التمثيليه زي ما انت سميتها بالظبط، واسمه زينهم ولا اسمه ايه؟ الغزول يا فندم. الغزولي، معلش والله. اصل انا بحب اول مره، اول مره يعدي عليا غزولي في حياتي. بحب الافلام القديمه يا فندم شويه. ممتاز. فالغزولي اشتغل ومش معقول مزايده السنه اللي فاتت كانت ب 8 ب 10 مليون نبدا نخش نتكلم 8 وربع زي ما زادات الغزولي بالظبط كده. بشكرك شكرا جزيلا استاذ محمد طويله رئيس مجلس اداره. استاذ محمد حضرتك معايا؟ لو معايا بس اسال. ايوه معاك. هو يمنع انك رئيس مجلس اداره نادي انك تخش في المزايده ولا اطلاقا يا كابتن؟ اطلاقا. انا عندي الماده يا فندم 69 اللي هم استندوها الاتحاد والانديه الاعضاء المشتركون هم الملك الاصلي لكل الحقوق التي تنبثق من المسابقات والاحداث الاخرى والتي تقع تحت سلطته دون اي قيود بالنسبه الى المحتوى والوقت والمكان والقانون. تتضمن هذه الحقوق كل انواع الحقوق المعنويه والماليه سواء بصريه او سمعيه او حقوق خاصه باعاده الانتاج والبث والتسويق والترويج وأي من حقوق الملكيه الفكريه او ما يستجد مستقبلا بخصوص اي تكنولوجيا متطوره. مجلس الاداره والاعضاء المشتركون في المسابقه يقرر كيف والى اي مدى هذه الحقوق تستخدم وضع القرارات الخاصه بها. مجلس اداره والانديه الاعضاء يقرروا سواء كانت هذه الحقوق ستستخدم بشكل خاص او مع كافه الاطراف ذات الصله. هل ده ليه علاقه بالموضوع اللي هم قالوا لك احنا بنستند على الماده 69 يا فندم؟ انا شايف الكلام كله بعيد تماما عن هذا التلميح او التصريح. وكابتن شوبير سيادتك تعلم جيدا ان انا اول واحد كان واقف وكان ضد مبدا اللي هم بنسميه تضارب المصالح. تضارب المصالح. فانا حريص جدا على ان، طب يا اخي لو انت كان في تضارب مصالح ما تبص للي بيحصل في قناه اون. ده مجلس الاداره في اتحاد الكره 7 منه قاعدين على كراسي ال كابتن شوبير. اسالك سؤال. اتفضل. هل النهارده في حد غير سيادتك بيناقش هذه القضيه؟ لا يا فندم. ليه؟ اسال نفسك السؤال ده. لان كل اعضاء مجلس الاداره الاتحاد هم اللي ماسكين البرامج الثانيه. انا ما فيش واحد فيهم فتح التليفون وكلمني ناقشني زي ما انت بتناقشني. دي قضيه فساد، قضيه بلاش فساد، دي قضيه يعني اهدار مال عام، اي سميها زي ما تسميها. استاذ محمد إزاي؟ هل عندك سابقه اعمال؟ يعني هو برضه ما استندوا ليه انه ما عندكش سابقه اعمال في المجال التلفزيوني ومجال البرامج ومجال المباريات يا فندم؟ طب يا كابتن اول برنامج بعد برنامج زمان استاد النيل وكلام، اول برنامج اتعمل بشكل استوديو تحليل قوي كان ايه؟ احتراف. الم يكن برنامج احتراف؟ نعم. الم يعمل فيه الكابتن محمود الجوهري؟ نعم. والكابتن شوبير؟ نعم. كابتن ابراهيم يوسف الله يرحمه، والكابتن مجدي عبد الغني، والكابتن امام، فاروق جعفر، وحازم امام. نعم. كل نعم. وكل مخرجين كرة القدم في مصر. كل المخرجين اشتغلوا معنا في هذا البرنامج. ادي واحدة. نمرة اثنين، احنا عملنا، انا حاليا عندي برنامج بعقد 3 سنين مع التلفزيون المصري على القناة الثالثة اسمه من 6 لـ 9. البرنامج احنا القناة الثالثة لو تعرف سيادتك او القنوات الاقليمية 7 قنوات
يعني على الاقل انا لو خدت هذه المزايده عندي 7 قنوات ابص فيهم مباريات كاس مصر بدل ما ازيع مباراه اقدر ازيع 7 مباريات في وقت واحد. كابتن شوبير دي اذا كان الناس اتفقوا بطريقه الغزولي مع الراجل اللي انت مأمنه انت والقناه بتاعتك على انك تخش لغايه 30 مليون نعم الراجل المساله وصلت في الاخر ان حد يعني ياخد حاجه جنب ببلاش بدون اي تعب ويضمن حاجه معاه وفي الاخر مش مشكله بقى اتحاد الكره يخسر الانديه تخسر الجماهير. وبصراحه انا بحمل مسؤوليه ما بيحدث النهارده للاسف مش لا للاتحاد ولا المهندس ابو ريده انا بحمله الجماهير العموميه وبقول لهم اشربهم انتوا اللي عملتوا في نفسكم كده. بشكرك شكرا جزيلا استاذ محمد طويله رئيس مجلس إدارة وكالة ريديانت اللي كان متقدم بعرض ب 18 مليون جنيه وتم استبعاده من قبلها ب 48 ساعة دون أي يعني سبب مقنع أو سبب مقبول. أنا الحقيقة مش فاهم يعني نفسي أعرف بس الحقيقة مش فاهم. هنظل نجاهد إن احنا يبقى عندنا حقوق وهنظل نجاهد إن احنا نعمل بنظافة وباحترام ومرة تانية محدش يروح يقول اصل الجهه الفلانيه والجهه الفلانيه هذا الكلام غير صحيح جمله وتفصيلا. في ناس بتحاول توحي للناس بده وهو امر غير صحيح. وانا طلعت من كام يوم كده قلت انه هذه الدوله لن تحمي فاسدا وباكد هذا الكلام. هذه الدوله لن تحمي فاسدا ولن تتستر على احد ولن تساعد احد على الفساد. قد تكون اللوائح عرجاء، قد تكون القوانين للأسف الشديد أيضا عرجاء، ولكن الضمائر هتظل موجودة بأمر الله عز وجل. بأقر وبعترف أننا خسرنا، بس الخسارة بشرف أحسن من المكسب بقرف. للأمانة الشديدة تاني، الخسارة بشرف أفضل مليون مرة من المكسب بقرف، لانه محدش ابدا هيقبل ان سمعته تتلوث. كلام اللي بيتقال اصل الحق كان عايز يدي المباراه لمين، ارجوك بص لنفسك وبص الحاجات اللي موجوده على اليوتيوب وبص انت مع مين وبص انت كنت بتتكلم على مين ازاي وده دفع كم مليار وده عمل كم ايه وده اصل عشان القضيه الفلسطينيه وكانوا زعلانين من مصر عشان كده. ارجوك روح بص على الحاجات دي من غير تصريح، مجرد تلميح بس من غير تصريح أرجوكوا لو سمحتوا. الأخبار اللي عاملين ترموها على الموقع ده وفي الجورنان ده وفي العمود ده أرجوكوا بلاش، لأنه مش هينفع إنه الحقائق تفضل كده بتتغير وتتلوى بالشكل ده، مش هينفع. أنا عمري ما طلعت هنا لما اتكلمت بمستندات بأوراق، واللي بيرد عليا بيرد عليا بشتيمة وبتطاول وبخروج عن النص وبقلة أدب وبشكل خارج تماما 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 عن كل القواعد. انا بتكلم بورق وبارقام قدامي، وانا بقول لكم اهو ان القناه ممكن تبعت بكره عرض بضعف المبلغ اللي رست بيه مزايده كاس مصر النهارده. فتح كلام وانا مسؤول عنه. وان ريديانت اهو قال لك احنا ممكن نوصل ل 25 مليون جنيه، يعني انت تدخل مبلغ ضعف ده. قولوا لنا احنا موافقين نبعت لكم بكره عرض رسمي. ولو حابين نبعت عرض رسمي من غير ما توافقوا نبعت عرض رسمي. لو حابين كمان. هتطلعوا لنا كاميراتنا بره مفيش مشكله. ثم في نقطه مهمه قوي. انت حضرتك على خلاف معايا كشخص او كبرنامج. هل اتحاد الكوره ده ملك شخص ولا ده الاتحاد المصري لكرة القدم؟ انا النهاردة بنتقد سياسة الاتحاد المصري لكرة القدم. انا حر يا سيدي، انا واحد وسط 80 برنامج الوحيد اللي بنتقدك، وبنتقدك بالاصول وبالورقة وبالقلم وبالمستندات. هل الاتحاد ده قطاع خاص؟ هل الاتحاد ده والله مع كل احترامي هو اسمه اتحاد هنا بوريدة وشركاء ولا اسمه الاتحاد المصري لكرة القدم؟ هل يملك هاني بوريدة او غيره منع قناة من القنوات انها تدخل وتغطي؟ انتوا بتلوموا على مرتضى منصور ليه بقى؟
احنا بنشتغل وبنعمل شغلنا من فضل الله على اكمل وجه، ما عندناش مشكله خالص. بس هل ده مقبول او معقول؟ انه لا انت تدخل انت تدخلش، هل ده من الممكن ان يحدث في دوله متقدمه؟ هل ده من الممكن ان يحدث في مكان بيقر اللوائح والقوانين ويقول لك معلش ده قرار وانا هغير؟ هل ده مقبول؟ احنا كنا بننزل واحنا في اتحاد الكوره، فلان ده ضدنا، شوف ما سلمش عليه، ده حقي، لكن من حقه انه يعمل شغله على اكمل وجه، وبنعمل شغلنا على اكمل وجه. انا بس عايز اقول لحضراتكم، حتى الناس مش مستحمله ان صوت واحد طالع، صوت انت بتمنعه من دوري، بتمنعه من كاس، بتمنعه من منتخب، بتمنعه من الانشطه، حتى بتمنعه من اللقاءات، ومع ذلك سبحانك يا رب ان الناس كلها ملتفه حول هذا البرنامج. عارفين ليه؟ عشان احنا ما بنكذبش، بس عشان احنا مش بلاتر، وعمرنا ما هنكون بلاتر ولا الريبة ولا بي 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 بلاتر بلاتيني بكم باور. شغل الريبة ده، ابو الريبة ده، ما ينفعش، ده ما ينفعش. هنفضل نشتغل صح عشان الدنيا تمشي صح. انا الحقيقة والله العظيم ثلاثة عايز اقول لكم، انا فعلا يعني كنت جاي ناعي هم بداية الحلقة دي، لانه شايف اللي بيحصل ده ومش مصدق ومذهول. انا في حاله ذهول من اللي بيحصل ده، بجد في حاله ذهول. ذهول من ناس بتثق فيهم في الاخر يطلعوا خونه، ذهول من سلوك ناس شغالين بطريقه الغزولي، ذهول بطريقه ناس يقول لك اطلع بره اطلع بره اطلع بره، لا مش عايزين 18 مليون جنيه، احنا 12 مليون عليه على قلبنا زي العسل. لو انتم مكاني ممكن تعملوا ايه؟ تشتغلوا ازاي؟ وبعدين في الاخر يقول لك ايه؟ انت خليك اول واحد بتضرب في ده، ولازم تتكلم، ده كل واحد فيكم هيشيل ايديه ما تتكلموا وتقولوا، فاحنا بنتكلم ونقول، وتكون النتيجه ان احنا اللي بنتعاقب. حاجه عجيبه جدا. احنا اللي متعاقب. شيء غير عادي. اقسم بالله شيء غير عادي. ايا كان نوع العقاب بقى، يمنع لك الكاميرا بتاعتك، يغلس عليك في برنامج، يغلس عليك في مش عارف ايه، بعدين يقول لك شفت النهارده عملت في ايه؟ عملت في ال خليته من دماغه، عايزين نشوفه، شوف ايه؟ احنا ما بنتكلمش في حاجه شخصيه ولا تقسيمه في الحاره ولا دوره رمضانيه. في كل الدنيا. في كل الدنيا، انت مش زعلت لما قدمت لمش عارف للاتحاد الافريقي قال لك روح اعمل مع كذا وقلت ده ورحت عامل بيان اجيب لك البيان اللي انت عملته ساعتها؟ ده اللي انت بتعمله دلوقتي. عشان هناك برضه واحد فاسد. هناك برضه في الكاف في واحد فاسد. وان شاء الله يومه برضه قريبه بتاع الكاف ده، ايامه قريبه بامر الله، هو كمان قريبا باذن الله، عشان في واحد فاسد. فيحرمك انك تمارس حقك، بس اللي هو بيعمله فيك انت بتعمله هنا فينا. وفي الاخر يقعدوا بالليل وياكلوا السمك والجمبري ويضحكوا ويخلوا ويسووا، لما تيجي تطلع انت تقول الكلمتين دول، بص بقى اللي هينزل على المواقع دلوقتي ولا هيتقال وعلى الاعمده بتاعتهم. للدرجه دي الامر صعب.